هاي يا بنات، النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نحضر اربع منتجات للعنايه بالشعر بمكونات طبيعيه 100%. ميزه المكونات او المنتجات اللي انا هحضرها النهارده ان هي خاليه من حاجه اسمها الاس ال اس الصوديوم لورايد صلفيت، ولمنظمه الصحه العالميه بتقنن وجوده في منتجات النظافه والتجميل بمقدار ضئيل جدا. بس للاسف ان الماده دي منتشره بشكل كبير، هتلاقيها في الصابون، الشامبو، البلسم، معجون الاسنان وحتى مساحيق الغسيل. فهتلاقي ان انت خلال اليوم الواحد اتعرضتي لمقدار كبير منها جدا فوق المسموح به بكتير. تتمثل خطوره الاس ال اس ان هو بيبقى مختلط بماده اسمها التراي اسانو امايد، والمعترف بيها ان هي ماده مسرطنه، ولان الجزيئات الذريه للصوديوم لورايد صلفيت صغيره جدا فبتسحب اي ماده كيميائيه موجوده خارج الجسم تمررها عبر مجرى الدم فتوصل لاعضائنا الداخليه، كبد، كلى، مخ، العيون، فتسبب لنا مشاكل صحيه للاسف بتبان على المدى الطويل. عشان كده دايما بينصح باستخدام مواد تجميل ونظافه خاليه من الاس ال اس، واللي قلما بنلاقيها ولو لقيناها بنلاقيها بسعر غالي جدا. عشان كده بقول ان طريقتنا النهارده سهل ان انت تحضريها في البيت، حتى لو في مكون ما اتوجدش عندك ممكن تستبدليه من مكون تاني. تاني حاجه طريقتنا اقتصاديه، لان اي منتج بنشتري من الاسواق نبقى عارفين ان احنا مش دافعين ثمن المنتج وبس، لا احنا بنبقى دافعين ثمن النقل، العرض، الاعلان وحتى التعبئه، وكل الحاجات دي انا ما بستفيدش بيها. فانت بعد كده هتدفعي فلوس في منتجات طبيعيه تحضري بيها منتجاتك بشكل صحي اكتر وفريش اكتر، وبكده تكوني كسبتي صحتك وازدادتي جمالك. حلقتنا النهارده هتنقسم لاربع اجزاء، اول جزء هنعمل بلسم مرطب للشعر، تاني جزء هنعمل شامبو طبيعي للشعر، تالت جزء هنعمل هير ميست او معطر للشعر، رابع جزء هنعمل كريم مغذي للشعر وكمان يدي شعرنا لمعان.